مساء الخير عليكم عملاء لمسة الكرام، شعب لمسة، مش عملاء لمسة بس، شعب لمسة. استنى بس عشان افتح كده. سلم على الناس. سلم على الناس يا سيدي. موال الدنيا واللايف ده مهم جدا جدا جدا، كلام من القلب للقلب. بعيد عن الشغل، الحب اللي ما بيننا احلى من اي حاجه تاني. احلى من اي حاجه فعلا. معاكم كده نتجمع مع بعض الاول عشان الكلام النهارده مهم جدا. تمام. مهم جدا 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 النهارده. تمام الله اكبر. الكلام مهم جدا، عايز تبقوا معانا. شغال يا استاذ. تمام. الناس معانا هي بتدعي بتقول يا رب، الناس المشاركه معانا. يلا يا رب يا رب يا رب يكسب. كله يكسب. احلى مكسب طبعا. احلى مكسب. بتلاقي الناس يعني قاعده على اعصابها. اكيد طبعا. ده حاجه كبيره عمره ربنا يا رب يكتبها لكل شعب لمسه. اللهم امين. يا رب يكتبها لنا كلنا يا رب يا رب يا رب. بصوا بقى، عايز اكلمكم في حاجه. في جدل كتير الايام دي عن العيارات وعن عيار 14 وعن كل عياراتنا، فعايزين بس نعمل توضيح في كل شغل لمسه. عشان تبقى جواهرجي او عشان تكون راجل شغال في الذهب لازم يكون عندنا كل العيارات. لازم يكون عندنا كل العيارات. الناس اللي على قد الحال اللي عايز تلبس ذهب، اللي كانت بتروح ب 1000 جنيه و 500 جنيه و 700 جنيه و 800 جنيه تشتري اكسسوري وفضه، وفي الاخر بتلبسهم الفضه بتسود والاكسسوري بيرجع ينوق ويرجع يتشال منه الذهب اللي فيه والكلام ده وما بيتباعش خلاص بتترمي. يبقى انا اصبح رميت 500 700 جنيه 800 جنيه في الارض. تعالوا الاول نتكلم عن العيارات. انا يمكن انا اتكلمت فيها قبل كده وبرضو عايز اتكلم فيها تاني. اول حاجه العيارات من اول ال 24 اللي هو عيار 1000 ده بيبقى عيار صافي صافي ما فيهوش اي نسبه نحاس او اي نسبه تحييف. بنحط عليهم 125 جرام. سوري اللي السكر. نيجي للعيار 22 اللي تحت ال 24 على طول، تحت ال 24 على طول ال 22 ده 916 عياره، يعني محطوط 84 جرام عليهم مخلوط على الذهب الخام 84، سواء تحييف فضة أو تحييف خامة أو تحييف نحاس، عشان يقلل العيار بتاعه ويقلل السعر بتاعه. نيجي لل 21 اللي بعده. ال 21 875 عيار، يعني اتضاف عليه 125 جرام من النحاس او من الفضه او من المواد الكيميائيه. نرجع تاني لعيار 18. عيار 18 750، يعني 750 من 100 من الالف دهب خام و 250 تحييف او نحاس او اي حاجه من دي زي ما احنا قلنا. لان هو الدهب بيتحيف باكتر من حاجه، في تحييف كيميائي وفي تحييف فضه وفي تحييف نحاس. المهم بيوصل في الاخر للعيار اللي هو عايزه. بنخفف الذهب بنسبه النحاس اللي تضاف عليه او بنسبه الفضه اللي تضاف عليه او بنسبه اي حاجه كمان. نيجي لل 14. ال 14 عياره 585، يعني متضاف عليه 415 جرام من التحليل. في العيار 12. عيار 12 بيبقى 435 تقريبا. صح يبقى صح. 485 يبقى 485 عيار 14 بيضاف عليه، يعتبر ده ايه؟ نص ونص، يعتبر نص الذهب الخام ونصه من النحاس والتحليف. نيجي لعيار 9 375، نص عيار 18 بالظبط. كل العيارات دي للاسف مش موجود منها غير في مصر، وطول عمرنا اللي بنسمع عنه حتى ما فيش 24 غير السبائك، وما سمعناش على ال 22 خالص في مصر، ولا سمعنا عن ال 14 ولا ال 12 ولا 9، لا سمعنا بس مش شغالين فيه. كلنا سامعينه وكلنا عارفينه، لان في ناس كتير قوي في مصر بتسافر،
في ناس كتير قوي سافرت بره، في ناس كتير سافرت في الدول العربية، في ناس كتير سافرت. العيارات دي كلها موجودة في كل العالم. وكلها بأسعار. يعني بص ده سعر الشاشة العالمية. أهو. مثلا كل حاجة بسعرها. بصوا لحد عيار كام هنا؟ لحد 9. لحد عيار 9. شايفين؟ أهو. لحد عيار 9، عيار 12، عيار 14، عيار 18، عيار 21، عيار 22، عيار 24. الأسعار أهي زي ما أنتوا شايفين. دي أسعار يومية البورصة العالمية بتنزلها وبتتغير مع الوقت. ماشي يا محمود، احنا ما بنتكلمش على كده، احنا بنتكلم ان البورصة العالمية في الذهب معترفة بكل العيارات دي. كويس؟ أنا بس بقول لكم على حاجات لازم نكون عارفينها. لمسة قالت إن في ناس جابت الـ 14 شركات كبيرة، مع إن الريزورت اشتغلت فيه برضه قبل كده. في شركات كبيرة جابته وما طولتش فيه. كانت الثقافة قديمة. وكان سعر الذهب كويس. ما أنا النهاردة معلش يا محمود لو أنا إمكانياتي كويسة هجيب أو عايز أحوش فلوس هجيب 21، هجيب سبائك، هجيب 18، هجيب ده. فالناس كانت اخرها 18. ناس كتير بتجيب، ناس مسافره من بره، الله اكبر، جايبه كميات 14 عشان شكله وذوقه اعلى بكتير. يعني دايما يعني في ناس معايا عملاء كتير من جامعه ايطاليا، فرنسا، المانيا، جايبين ثلاث ارباع من ده من 14. ليه؟ عشان امكانياته في الشغل اعلى والفينش اعلى. فمش موجود من زمان. يعني انا معايا عميله جايبه حاجات تقريبا لها 25 سنه معايا، كانت جايبها من ايطاليا وهي جايه. مظبوط. النهارده بتبيعها بسعر اليوم. اللي كنت جايبه الجرام ساعتها كان عامل حاجه وعش كم؟ بتاع 12 جنيه او 13، النهارده بيبيعها ب 740 جنيه. ايوه مظبوط. الفلوس بتتبيع. لو جايبها 21 هتبيعيه ب 1120. هي نسبه وتناسب دايما. بمعنى اصح، معنى مفيش حاجه اسمها على نص مصنعيه، مفيش حاجه اسمها هتخسري فيه نصه. مفيش حاجه اسمها في الذهب انه ابيض. ما ينفعش يتطوس عادي. ال 21 بيتطوس، 18 بيتطوس، ال 14 بيتطوس، كله بيتطوس. يرجع يتغسل تاني، يرجع يتغسل. كنا عاملين لهم احنا فيديو زي لما برضه بتاعك من جوه مطوسه كلها، بس شويه ميه وصابون تلمعيها، رجعت اللون بتاعها التاني الطبيعي. ده حقيقي. والنهارده كان في فيديو هينزل تاني برضه ازاي ممكن تلمع الخواتم والدبل. وفي فيديو بنجهزه للزيب. انا بقى جبت للزيب عشان في مشكله كتير. الزيب بتوصل للزيب فعلا. احنا قلنا عليها اكتر من مره عايزين نعملها. من بعد الكورونا كل مصر دخلت الصيدليات. اه. فالصيدليات لو فيت الموبيلت كان مكسور مثلا على اليوم بتاعهم وحد بس حاطط ايدي كده. الزيبه تبع دي الشعر عامل زي السرطان، لو لمس نقطه. صدق يا محمود انت لمست نقطه بينتشر في جداً. يعني لو لمس نقطه. استنى صح يا محمود، انت عارف انت لمست حته مهمه جدا 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 جدا. عارفين يا جماعه ان احنا فعلا لو رحنا الصيدليه، الصيدليه دي كان واقع عليها زيبه مثلا حته صغيره مثلا بس وحط عليها وسندت عليها حط اي دهب فعلا بيعدي. ومش شرط تحط الدهب كده، الزيبه ده لو في نقطه جت هنا هيملى كله خالص. ما تنساش بيقعد ينتشر ايه؟ لازم تتحرق. لازم تتحرق في ميه الاول تغسل او تجيب يتحرق. يعني بتتعمل في الشركه تاني بتاعه بيرجع لي زي ما هو الطبيعي. بالظبط. فلو اي حد برضه في اي وقت دخل طال طالعين بدبله من عندنا عشان خاطر طال عليه الزيبق او طاله زيبق سواء من صيدليه او سواء من بيت، تجري على اقرب محل ليك وتقول له احرق لي الخاتم دوت. بيحرقوا بيرجعوا تاني بيحطوا لي في الغلايه وبيرجع لي تاني جديد زي ما هو. نرجع تاني لموضوعنا في اللي هنتكلم فيه. انا بتكلم دلوقتي على عيار ال 14. هو واقف ولا الدنيا حلوه؟ لا شغال. شغال؟ اه. تمام. نرجع تاني لل 14. عايزين نقول ان ال 14 لما لمسه فكرت انها تجيبه، فكرت انها تجيبه جنبها وقلبها جيبت عشان عارف ان غلو الدهب العالي. الدهب غالي جدا الفتره اللي فاتت زي ما احنا كلنا عارفين. فالنهارده البنت اللي محوشه 500 جنيه واللي محوشه 1000 جنيه عايزه تلبس حاجه. طيب انا اديها سلسله زي دي مثلا، شياكه زي دي كده شبه الالماس، ولا اديها اكسسوري او فضه؟ اديها انسيال زي ده، زي ده مثلا ذهب، وتقدر تلبسه
وفي الاخر لما تزهق منه تبيع ويرجع لها فلوسها احسن ولا ما تروح تشارك سفر احسن؟ رد انت عليه. فانا عشان جواهرجي قلت لا، جواهرجي بيشتغل في كل حاجه في كل العيارات. انا لو عليا عايز انزل ال 12 وال 9، بس احنا قلنا نخش الاول بال 14 وننجحهم ونشارك مصر ونعرف مصر الا 14، مع ان كل مصر عارفاه، يعني كل مصر عارفاه، بس برضه تاني توعيه تاني ان احنا ازاي نستثمر فلوسنا او نحط فلوسنا حتى لو صغيره، حتى لو صغيره في دهب. في الاول وفي الاخر ده دهب، في الاول وفي الاخر انا هلبس واتعايق وهبيع. لو قعد معاك يزيد الواحد يزيد، هي نسبه وتناسب يعني بالظبط، كله بيزيد مع بعض وينزل مع بعض. النهارده في جدل ال 14 وحش، ال 14 ما مشتغلش فيه، ال 14 مش عارف فيه ايه، بس حد يقدر يقول ان ال 14 مش دهب؟ ما يقدرش. ما يقدرش. يعني احنا سمعنا ان في ناس بتقول الكلام ده. طب هل هو الكلام ده، هل البني ادم اللي بيقول ده وحش او بيقول انا ما بشتغلش فيه او بيقول ما بشتغلوش مش ده يقدر يقول ان هو مش ده؟ يقدر يقول ان هو مش ده؟ اي سايخ في الدنيا او اي جواهرجي في الدنيا يقدر يقول مش ده؟ مش اعتمد ان هو سايخ، مش كده؟ يعني ده بجد دي اساسيات يا اسلام، زي الطب زي الهندسه، ما ينفعش. يعني انت دكتور جنب عدول ما فيش واحد بيدرس كليه، صعب ما تجيش. ايوه ايوه، ما ينفعش. ما ينفعش اكون مثلا انا راجل جواهرجي بقول اصل ما بحبوش، انت ممكن ما تشتغلش في دي حاجه. واحنا بنقول لك اعشقه، ده بيع سلعه للعميل بيشتريها وياخد فيها عيش. الناس اللي هم ده اللايف اللي هنعمل فيها استاذ العمر، فاكر الناس بس كل شويه بنتكلم. انا مش سبت العمر، بس انا قلت اشرح لكم الاول ال 14 والعيارات ممكن ونشتغل معاه. بمعنى دلوقتي مثلا يعني بصوا معقول، عايز ابسطها لك، ابسط لكم الموضوع. الدهب مثلا 21 دلوقتي ب 1120 مثلا، بدي مثلا هنحط مثلا مصنعيه ولا لا؟ هنحط مصنعيه مثلا عليه جنيه، عليه جنيه. حبيت تبيعيه ثاني يوم مثلا خسر جنيه، هتبيعيه ب 1120 تاني. بالظبط كده، دفعت 1120 تجيبه ب 1120. هتشتري مثلا جرام 18، هتشتري ب 960 دلوقتي، حطيت عليه جنيه، هتحط الجنيه، هتيجي تبيعيه ثاني يوم مثلا هيخسر الجنيه. لو هتشتري ال 14 هتشتري بكام؟ ب 746، هتحط نفس الجنيه، هتيجي تبيعيه يخسر الجنيه. طيب انت ما بتدفعيش ده في سعر ده، فهو نفس الخساره. طب جيتي مثلا بعد سنين ال 746 ده جيتي تبيعيه بقى ب 1000، وال 21 بقى ب 2000، فهي نفس النسبه. هقول لكم بقى على حاجه انتوا هتحسبوها مع نفسكم. بصوا يا جماعة، على المصنعيات الغالية، أو على حاجة الإيطالي، نتكلم في الإيطالي. طب تعرفوا إن الإيطالي بيوفر عن المصري في المصنعية؟ تعرفوا دي؟ ما تعرفوهاش صح؟ المصري المفروض مصنعيته رخيصة. أنتوا عارفين إن الإيطالي بجد في توفير في المصنعية عن المصري؟ تعال عين عين الانسيال ده 2 جرام اهو، الانسيال ده وزنه 2 جرام و6 مللي، يعني 2 جرام اهو. كويس، الانسيال ده انا رحت عجبني الانسيال ده، عندي واحد اخوه مصري نفس الشكل، مش هنقول بقى الفينش يا محمود، مش هنقول الشكل، مش هنقول اللون، مش هنقول، لا خلي ان كل الالوان واحد. رحت رايح جايب واحد مصري نفس الموديل. الموديل ده مصنعيته 150 جنيه وده مصنعيته 300 جنيه، ركز كده. ده مصنعيته 300 جنيه الايطالي ومصنعيته المصري 150 جنيه، فرق نص المصنعيه. حلو؟ ده 2 جرام و2 مللي، المصري 5 جرام. تعال ندرب ال 5 جرام في 150 جنيه بكام؟ ونضرب ال 2 جرام اللي نفس الشكل واللي شكله احلى واللي نفس المتانه ب 300 جنيه، يعني 600 جنيه في ال 2 جرام مصنعيه وضريبه. طب تعالى نحسب بقى، 450 جنيه في المصري غير الدمغه والضريبه، ده 450. ايه 150 في 5 بكام؟ 750 غير دمغته وضريبته 12 جنيه كمان في الجرام في 5، يعني 70 جنيه، يعني 800 جنيه مصنعيه.
نفس الشكل هندفع في المصري 800 جنيه مصنعية رغم ان مصنعيته نص مصنعية الايطالي وهندفع في الايطالي كله بضريبته الغالية ضريبته 45 والتانية 12 جنيه هندفع 600 جنيه. احنا برضو هنا نفس المصنعية عندنا عاملين يعني ايه يعني انا عندي قطعه ب 50 جنيه مصنعيه ايوه لكل العمر موجود اللي عايز المصري موجود قطعه 350 جنيه حضرتك عايزه ده موجوده دي موجوده اللي انت عايزاه في المول كله لاقيه ده موجود ده عايزه ماسكه انا بس استنى كده واقف كده عايزين نشير احنا كده عشان مسابقه ندخل الناس تتفرج علينا عشان المسابقه ده ضروري عشان ابدا المسابقه هرد على الاستاذ امان الاستاذ امان مش 5-2 ما هي بتفرق في ايه الشكل والوزن والفلوس لو انت معاكي حق ال 10 جرام هديهم طب انا أيوة معايا أيوة حق 2 جرام هجيبهم هي بتبقى معادله بس مش هنفع اجيب لك المعادله هي هي يعني مش هنفع مثلا اجيب لك مثلا نشال الايطالي اللي هو جرام ونص تقولي لي هاتوا مصر بنفس الشكل مش هيجي مع ان الشغل المصري فيه براندات حلوه بس كلها وعلى فكره في براندات مصريه مصنعيتها بقت 750 جنيه في الجرام في مصنعيات مصريه الجرام بتاعها وصل 750 بتتباع ايه؟ بتتباع بالقطعه لان هي مكلفه الشغل عليهم شغلهم بقى مكلف انت فاهم ازاي؟ ففي شغل موجود يعني في بعض القطع المصريه هتلاقيها بتتباع بالقطعه بس لو جيت تيجي تحسبيها ب 750 بس هقول على حاجه بس هرد على العميله مصنعيه ال 14 230 ده عليها عرض اللي يبيع لك اعلى من كده تقول له تسلم مستر ايمن لا فاهمين كل الفروع كلها وانت في الفرع 230 لو هو ادوه لك سعر اعلى من كده ارجع الفرع وقول له كلم لي مستر ايمن ارجع لك الفرق حالا 230 جنيه وتجيب لي اسم البياع بص ام يوسف من بورسعيد بيقول لك انا عايزك على بورسعيد جاي لكم احنا بورسعيد هنكسر الدنيا يوم خمسه بورسعيد هتبطر دهب والماس وهتبطر اربعه ومحمود السيسي على فكره بص بتقول كلنا كل عيلة لمسه جايه على فكره انا 14 على فاهم انا عندي 13 سنه وانا دلوقتي 44 سنه ربنا يديك الصحه والعافيه وكنا بنبيع فلوس بيتباع في كل حته انا بشتري من وانا كنت لسه صبي عندي 10 سنين هو بيقطع ما ينفعش حد يقول لك ما تشتروش انا عندي شبكه المسابقه جهاز ومسابقه العمر دي يلا شيل عشان في ناس كتير كانت بتسلم عليكم في اللايف ويعني حضراتكم مستر سيسي بيسلموا عليكم وبيحيوكم يعني بس انتوا كنتوا بتتكلموا فانا ما قلتش يعني ده اللي فاكر داخل مش عارف هو مستلم لما يسافر ايطاليا يعني عشان يجيب ال 14 ده مش من دماغه ده من قوه العمر لا 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 انا عايز اقول لكم بقى على حاجه على المحارب ده اللي انا شفتها ولا بجيبه لا انا بقولوش مش هيمشي لا ما حدش الناس اللي عندنا الثقافه بتاعتها لسه ما وصلتش ال 14 مش عارف ايه اقسم بالله سغت قلبي اقسم بالله سغت قلبي قلت لهم هجيب وهينجح وهيشتغل ليه؟ انا بحس ان انا قريب منكم قوي قوي عارف دماغكم وعارف دماغي وانتوا عارفين دماغي عارفين انا مش هضركم عارفين انا هبيع لكم دهب هبيع لكم دهب مش اكسسوار سين دهب هنبيعه هنلبس ونتعايد ونتبسط ونبيعه. ال 14 عيار 60% منه ذهب و 40% منه اضافات. وسعره او اقل من ال 18؟ سعر النهارده ال 14 بقى سعر ال 21 زمان من زمان ايه؟ من 8 سنه. سنه ايه؟ كم شهر؟ كم سنه؟ سنه ونص. شهر ثلاثة. كان ال 87 كم 87 شهر ثلاثة. ده الدنيا اتغير في كام شهر؟ النهارده بقى 14 ب 746 جنيه. يعني بقى بسعر ال 21، ده لو مش ده هيجيب السعر ده ازاي؟ انت لما تيجي تبيع قطعه انت لما تيجي تبيع قطعه وتروح تبيعها في اي حته في الدنيا ما انت هتبيع الجرام ب 746 جنيه. طب انت واخداه غالي؟ واخداه غالي ازاي؟ لا انت واخداه مصنعيه زي ما دفعت في ال 18 دفعتي وزي ما دفعتها في ال 21 دفعت في ال 14 مصنعيه، هو الصنايعي اللي قاعد عامل ده مش خد فلوس؟ الشغل اللي جاي من بره ده مش ليه شحن وليه جمارك؟ وليه دمغه؟ وليه دمغه مصريه؟ عليها ضريبه؟ بناء على ايه؟ طب ده لو ده مش معترف بيه في مصر يدمغ في الدمغه المصريه؟ مستحيل
الحقيقه ما كانش بينزل اسعاره اصلا على الشاشه. كان ينزل على 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 هو ليه الاكسسوار ليه 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 هات جرنان الاهرام هتلاقوا فيه عليه 14. مش هنقول حاجه غريبه او حاجه ثانيه. استاذ زرور عندها طلب من حضرتك بتقول مستر ايمن اعمل عروض على الايطالي لما تيجي معرض بورسعيد ان شاء الله. انا عندك عرض يجنن هنقله في الفيديو اللي بعد اللايف. في فيديو بعد اللايف هقول لكم عليه. عرض لبورسعيد بس يوم واحد ما لهمش دعوه اخوات التجار اللي هناك. مش دي الاسعار اللي احنا بنبيع بيها. العميل اللي يجي يشتري مننا حاجه ما يروحش للجوارج بتاعه او السعر بتاعه ويقول له اشتريتها من لمسه بالسعر ده. لا ترد عليها حضرتك وتقول لها لا ده كان عرض يبيع لك جمله لمده يوم واحد ارجع لي تاني الوقت تاني هيبيع لك بالمصنعيه ازيد من اللي باع لك فيها في المعرض. ودي حقيقه. استاذ رورو بتقول على فكره ان الاسكندريه عيار 14 عندي من 10 سنين. الله يبارك لك الله يبارك لك. اصل في ناس مش معترفه بال 14. كمان في نقطه احلى البنات الصغيره دلوقتي مش هوايات قدها. يعني هو ده كان هو ده الاكسسوارات والحاجات دي عندي عاملها بنتها الله اكبر عليها مثلا بتبيع لها مثلا مش اقل من 1000 جنيه اكسسوار. فبتقول لي بتجيبهم شويه وتلميهم. لا انا باخد لها دلوقتي الشغل ده حتى لو زهقت منه بحطهم لها في الحصاله بتاعتها. حابب تبيعهم بتيجي تبيع وتلاقي ايه فلوس تاني. الاول كانت بتضيع ال 1000 جنيه ما بيبقاش منه جنيه. دلوقتي هتبيعي مثلا جبت ب 1000 هتبيعي ب 700 هتبيعي ب 800 لقيتي مبلغ موجود بيه. لبستي ب 100 جنيه ولا ب 200 جنيه. جبت اكسسوار ب 300 جنيه ده تيجي خلاص انا جبت الفلوس كلها. طب انا عايز اسالكم سؤال. طب تعالوا خلينا نمشي ورا الناس اللي بتتكلم ماشي ان مصنعيه غاليه. طب انا ادفع مصنعيه غاليه والاقي تلتين او اكتر من تلت ارباع فلوسي موجوده ولا فقت فلوسي خالص؟ في بس كومنت لازم ترد عليه. بتقول لك هو الكسر ما بيصلحش ده ذهب. ذهب بيتصلح 13 14 مفيش الكلام ده بيتصلح. ذهب يا جماعه ده ذهب صيانه بيتعمل فيه كل حاجه بيتباع ويشترى ويعمل ويسوي. اللي ما عندوش هو اللي متضايق لان مش هيعرف يجيبه. لمسه بس اللي بتعرف تجيبه وبالسهل ده. لما بيع لك ب 230 جنيه مصنعيه علنا 14 ايطالي علنا انسيال زي ده ب 280 جنيه مصنعيه. 480 جنيه مصنعيه. لو جبناه مثلا فعلا 700 ولو جبت اكسسوار بس خش اي محل اكسسوارات هتجيبيه ب 400 500 جنيه تلبسيه وترميه. وترميه. لا وانا لابس ذهب. انا لابس ذهب. وقت ما احتاج فلوسه اروح ابيعه. لابس ذهب. طيب كده احنا مش عارفين ندي الموضوع اكبر من حجمه. احنا شغال في ال 14 او شغال في فرعنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فعلا 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 الناس بتتخانق عليه. فعلا البضاعه شبه ولد الحمد لله والشكر لله. اللي باقي شويه في دفعه ثانيه. في دفعه ثانيه هننزل انزلها امتى؟ يوم الاحد. يوم الاحد في دفعه 14 ثانيه هايله دخل غير المشترك خالص. استاذة انتصار بتقول والله انا برايي بدل ما الواحده تدفع فلوسها على دهب سيني اكسسوار ستانلس تدفع اكتر شويه بتشتري دهب 14. تشتري دهب 14 ايه؟ اول عشان دهب. طب بص السله دي ب 1000 جنيه بصوا اهي ولا دي ب 1000 جنيه اهي شايف الشياكه اهي بص دي اللي كانت بتسال عليها؟ اه حوالي 2000 2100 بص كلها حمص ازاي مثلا بص الشياكه بتاعته 3000 جنيه او 3500 جنيه كلام فاضي. طب في خفايف في ايه؟ في السله زي دي اهي ب 1400 جنيه اوريها لكم هايله. ام رؤيه بتقول حضرتك من 15 سنه اختي باعه دهب 14 نازله بيه من ليبيا واتباع عادي. اتباع فين؟ نازله بيه من ليبيا واتباع عادي هنا. في مصر؟ اه يعني في ناس بتاخده. من 15 سنه. طب يا جماعه يا جماعه هقول لكم على حاجه والنبي وامانه عليكم اللي يشتري 14 من بره مصر ومن جوه مصر ومن جوه مصر ومن بره مصر والنبي يا جماعه وتروحوا لي تروحوا لاي سايق تقول خد اشتري ده يقول لك لا انا مشيش عيار 14 قول له قول له انت مش سايق انت مش فاهمش حاجه في الذهب ازاي ذهب ما تشتروش؟ ليش؟ يعني قول له ذهب ما تشتروش يعني ده ذهب ولا مش ذهب؟ يبقى هو فعلا مش سايق فعلا ما يعرفش حاجه لما هو يقول لك اصل انا بخاف اشتري ال 14 بخاف ليه ومش ده يبقى انت ما بتعرفش بالدهب.
يخرب بيت دماغك انت كده ما تعرفش حاجه. مش هتشتري 24 بقى يا مش هتشتري 24 بقى 22 لا مش 24 معروف يعني بعد كده لا استنى يعني لما نزل 22 هيقول مش هتشتري 22 يعني انا نازل 22 لسه لا هينزل هينزل كمان اسبوعين لما ينزل كمان يعني لما يجي بعد كده يقول لك لا انا ما نشتريش 22 عشان ما نعرفوش في مصر لا والاشكال ايه ما انت بتقول يعني مش انا مش هتكلم الصوره زي دي شوفها بكام توقع انت بكام انا مش هقول لكم بكام انا لما بقول بتعب انا بقول بتعب من الاسعار قولوا انت دي بكام الصوره 14 تحفه ويوم بره 14 تجاوز واقول لهم اسعارهم بصوا كليه زي ده كليه زي ده ب 1300 جنيه 1400 جنيه ده في الكلام في ال 21 ده في جرومات لا مركز ده في جرومات من تحت في شغل عالي من تحت اشكاله كتير طيب الدنيا كلها خلاص ال 14 بقى السلسله دي تحفه السلسله الظهر الحقيقه اللي مكسره الدنيا وغاليه جدا على ناس كتير نفسها تلبسها جبناها لهم رفيعه وعيارة 14 عشان يقدروا يلبسوها زي الناس كلها اللي عملت ترند في مصر واللمسه اول شركه جابتها وعملت ترند في مصر السلسله الموس اللي هي اللامينية دي ارفع نوع منها تخيلوا 950 جنيه اللي بتبرق في الرقبه عارفينها؟ اهي 950 جنيه بس في لمسه طبعا مش موجوده غير في لمسه فالكوليك الكوليك المصدق ده التطويله كمان اه الكوليك المصدق انتوا عارفين عندنا في ال 18 بيعمل كام؟ بيعمل 2500 جنيه 1400 جنيه عيار 14 يبقى انا جبت نفس الموديل في ال 18 اللي معاه فلوس بزياده يقدر يشتري 18 وعايز يشتري 18 وبيحب ال 18 جبت اللي زيه اللي معاهوش فلوس زياده ومعاه فلوس اقل عيار 14 نفس الشكل ونفس اللون ونفس كل حاجه بس عيار 14 بجد طب دي بص الشكل ده اللي عجبني بقى قوي لكل موديلات كتير احنا لا ده الموديلات انا بس انا بديكم عينات يعني او انا بتكلم معاكم كل ده نورمال كده يعني كوليه 14 تحفه شيك جدا يعمل حوالي 2500 و14 الدلع كله موجود معاك 14 18 21 الشغل كله عندنا ده ليه؟ لان احنا بنعمل شغلنا مظبوط بنطلع الشغل بتاعنا مظبوط جدا 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 يلا نتجمع نشير عشان هنبتدي المسابقه بتاعت العمر اختار الفايز هنشير بص بقى هنعمل ايه؟ نشرح لهم بقى هنختار الناس ازاي بص هنعمل ايه؟ احنا هنفتح اللابتوب اهو ماشي سهله بص هنفتح اللابتوب كان المج المج مش لا مش المج بالاي دي بس بالبصمه هنعمل ايه؟ بص هنعمل ايه؟ هنختار بشكل عشوائي هنختار 20 واحد قدام الناس دلوقتي برنامج يختارهم وهيدور مستيوم لوحده 20 واحد هنختار منهم وهنعمل لهم قرعه وهنكتب اساميهم ونعمل لهم قرعه ونتم سحب 2 منهم ان شاء الله دي قدام يلا ادعوا اوكي ادعوا يا رب يا رب يا رب يا راس شيلوا كده خلاص شيلوا خلي الناس تكسب لا انا عايز كل حاجه تحصل قدام اهو قدام الناس اه الشاشه زهره شاشه زهره موقع اهو الانترنت شغال كل حاجه زي الفل تمام ممكن تشرحه طيب ايه ده الناس اللي عملت ده الفيديو بتاع اليوتيوب اللي هو اللينك بتاعه اللينك بتاعه
تمام كده اهو تمام حلو شايف معاك اهو ده البرنامج دي الحلقه ده كان عليه خير اهو كل عملاء لمسه تمام تمام احنا دلوقتي بنحدد الشروط اللي احنا كنا طالبينها وبنختارها بنحط اللينك هنا وبعد كده بن ايه بنقول له ايه جيت يوتيوب كومنت هو هيعد دلوقتي الناس اللي عملت الشروط يلا اكتب المحمود ال 182 واحد قاموا بالشروط 182 واحد قاموا بالشروط كامله تمام هنبدا بقى هنيجي هنا نختار وهندوس عشان يبدا يختار 182 واحد هنختار منهم 20 واحد 20 واحد المكان هيبقى مستر خالد هيبقى مستر محمود هنبدا باول واحد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم على ايه توتو اسلام اول حد توتو اسلام توتو اسلام توتو اسلام مبروك مبدئيا يعني ان شاء الله تكون سعيد الحظ ماشي بك ابو نظر وينر هنختار حد تاني نختار حد تاني استاذه داليا احمد ربنا يرزقنا الفرحه دي يا رب امين يا استاذه داليا يا رب يا رب ده كان الكومنت بتاعها تاني رقم 3 استاذة منى عبد العزيز موني عبد العزيز موني عبد العزيز لمسه دايما في تقدم ونجاح ده كان الكومنت بتاعها ان شاء الله استاذة موني تكون ان شاء الله الحظ هي مسابقه عشوائيه مش شيطان ولا حاجه استاذة زينة علي تمام زينة علي يا ترى طب عايزين اي علامه بس الناس دي معانا في اللايف ولا لا لو حد اسمه طلع لو حد اسمه طلع يا جماعه زينة علي اي حد بس اسمه يطلع كده يقول لنا احنا معاكم ماشي اللي موجود معانا في اللايف وكسب كده يقول لنا كده اه او انتوا لو حد بس ما رجب اي حد طلع من الناس اللي هتخش القرعه النهائيه يا ريت يقول لنا بس كده بس ما رجب بس ما اه المفروض اوضح تمام دي كلهم كانت عامله لهم منشن استاذه اميره سمير اميره سمير لا ما جبتش اسمها لا لسه ما طلعتش اه دي اللي كانت مدخله اسمها بس ما رجب وزينة علي هي اللي عامله لهم منشن اه وسبحان الله اسمها لسه ما طلعش الناس اللي دخلته ايوه استاذ شهاب شيبو كل سنه كان بيقول لك كل سنه حضرتك طيب وشعب لمسه من نجاح نجاح دايما يا رب يا رب يا رب معانا كام واحد يا استاذ محمود؟ قد معاك 1 2 3 4 5 6 تمام استاذ مرجع لا ما تكتبش دي طلعت قبل كده استنى لو في قطع افتح الشباك استاذه زينب محمد ظهر عندك زينب محمد لا زينب ما طلعتش الوايف في كول عند في مكالمه الوايف شغال جبتها شوف كده اللايف شغال يا جماعه شغال انا شغال عندك اهو شغال كويس شغال كويس تمام كبد ربنا يرزقك زياره ربنا يرزقنا زياره بيت الحرام يا رب يا رب يا رب اللي بعده اخر حاجه زينب محمد ايوه انجي اوب كانت بتقول لك لمسه بتعمل عظمه ربنا يكرمك يا مستر ايمن ويجعله في ميزان حسناتك ويا رب يفرح قلبك زي ما بتفرح الناس تدخل قلوبهم البيت والفرح التاسع بعده استاذه داليا جابر داليا يا رب انا بتمنى من زمان انا وماما ربنا يرزقكم يا رب ربنا يرزقكم يا رب رزقنا كلنا ان شاء الله يلا طلع معاه يا جمومو كده اللي عايش جوجو مومو مين جوجو 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 انت بتدور لوحدك مومو 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 اسمع انت مالك كنت كده مومو طلع عمر ان شاء الله يموت دعاء محمد 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 ما هو اشتغل كان مقدمين ايه؟ ما احنا كنا بنقول استاذ يوسف انا اسمي مروه مصدر يا رب يا رب اعمل عمره اكتب استاذ يوسف اه فاضل يوسف آه. محمد اه لا يوسف بس يوسف بس يوسف بس 13 تمام سفره الهانم سفره الهانم اه كان بيقول لك اللهم ارزقني عمرة قريبة يا رب يلا نايس سبعة 14 يلا ميرو ميرو يلا ميرو ماشي 15 بطة تمام بطة تمام ايوه بطة تمام 16 طمنا على صحتك استاذه هدى السيد كانت بتقول لك احلى لمسه انا دايما بتابعكم ونفسي اعمل عمره وهديها لامي الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها في الفردوس العالي يا رب يا رب يا رب اخر ثلاثه يلا اخر ثلاثه اهو نور العيون نور العيون كانت بتقول لك ربنا يبارك لك ويرزقك ويرضيك زي ما انت بتعرف تراضي الناس جزاك الله خير يلا فاضل اخر ثلاث اسماء
فؤاد 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 19 فاطمة خليل بيقول لك حضرتك شخصية محترمة بجد وحاسس بالناس لان فعلا في ناس بتتمنى تطلع عمرك غير مصدرين جايز واحدة ربنا يكرمها وتكسب يا رب اخر اسم عشان دول اللي هيعمل من 20 هيعمل منهم القرعة قدامكم استاذ كمال رضوان بجد عمري ما شفت ناس محترمة زي مجموعة لمسة بجد احلى عمر ممكن نوريهم بقى الورقة دول ال 20 واحد اللي هيتم منهم القرعة الأخيرة اللي هيتم اختيار منها أول عمرتين انا عايزك تقطع الورقة وتكتب الأسماء قدامهم ماما احنا هنقطع قدامهم دلوقتي هجيب مسطرة وهنقطع قدامهم الطبق قدامهم بالظبط الطبق قدامهم معايا تمام المصداقية مطلوبة كل ورقة قبل ما تطبق في الكيس يشوفوا الاسم بتاعها هجيبوا المسطرة ما هجيبوا المسطرة راح يجيبها اسلام اه ميرو اسمه اهو ادي الاسم طب ماشي قدام الناس معايا خالد معايا كمان واحنا بنحط عشان عشان الناس تبقى شايفه عايز كل الاسم العميل تمشي ورا الاسم لحد ما يخش المكان سفره الهانم اهو تمام يوسف استاذ يوسف رقم 12 تمام استاذ دعاء انا مش عارف اقرا ايه معلش اكتب خط نفهمه ولا تمام استاذه جناتي بتقول ربنا يحفظكم ويحكم كل سوء يا رب ربنا يخليك يا رب استاذ جوجو مومو استاذ ايام بتقول لك بالله عليك اختار خمسه من هنا كمان ماشي يا استاذه داليا جابر احنا لسه ان شاء الله مستر ايمن لسه في خمس رحلات عمره تانيين غير الرحلتين دول وهيعلن عن شروطه ان شاء الله يعني شاء لو ما يكسبش معانا المره يكسب يكسب المره الجايه ان شاء الله داليا جابر استاذه ام جي او محمد المج ده انا كسرت واحد من شويه شوف سبحان الله اتكسر عشان تكسبوا عمره فيه ومش رايح ال استاذ شهاب شيبو تعالى انا بعت مساحه مساحه ده بص تمام يلا المج ما اتكسرش بالساهل يكسب يا بسمه رجب تمام ده استاذ بسمه رجب اللي يكسب يدعينا قولي قولي على طول لا 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 هم هيدعونا بغير حاجه اوعى تدعوناش هناك اوعى عند الكعبه لا لا امانه انا هبقى معاهم خليهم يدعوا غصب عنهم اي حد يروح يدعي لي اه خليهم يدعوا غصب عنهم انا واقف لو طوع ادعوا معايا استاذ زين علي ادعوا لي ندى لعيله لمسه كلها ان ربنا يوفقنا ويحفظنا ونبقى عشان احنا كفانا حوادث عشان النهارده كان في حاسه كمان كل عيله لمسه حوادث شغاله الله اكبر النهارده كان في حاسه تاني لا والله لا مو زي يا نهار ابيض استاذه موني عبد العزيز الحمد لله جت سليمه انا كان مشكله يا عم اسكت بقى بقى اصبر موني عبد العزيز استاذه داليا احمد داليا احمد معلش احنا قلنا عليكم عشان تبقى برضه المصداقيه انتوا شايفينها ايوه بالظبط كل حاجه تبقى نعملها في فيديو عشان نحكي انتوا ايه خليك معايا ما انا عشان اصحى كده وركز معايا ركز معايا
الله يبقى شويه استاذ السيد عشان خاطركم. اه والله العظيم عملنا كل حاجه قدامك عشان فيديو ايه خليك انت معايا هو ابو سلام بيتكلم بس بيتكلم بس استاذ كمال رضوان احنا حبينا نعمل ده فعلا قدامك عشان يبقى كل حاجه قدامك. استاذة فاطمة خليل استاذة مرة بتقول ربنا يسعدك زي ما بتسعد الناس يا رب يا رب يا رب يسعدنا كلنا. استاذ فؤاد فؤاد يلا فاضل اسمين اهم واللحظة اللي كلكم مستنيينها ماشي. نور العيون من اسوان لاسكندريه من بورسعيد اسماعيليه. نور العيون يا جماعه اللي هيكسب يبقى عشان البطاقه على طول يكلمنا هيتواصلوا مع الادمن الادمن هيتواصلوا معاه واللي عايز يبعتوا لنا البسبورات. من فايد اخر اسم لزايد سوف يتم النتيجه النهائيه. الله كله قد الحمص قد بعض كانسل. تشهد لمسة السعيد كده دول ال 20 اسم ان شاء الله. اه والله فعلا اللي مستر ايمن هيختار ما بين اهل عظيم اهو 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 كده هات كده بقى هات كده اهو اهو. ايه رايكم انا هعمل حركه حلوه جدا؟ ايه رايكم؟ هعمل حركه حلوه جدا. انا هغمى عيني وانا بنام. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ عايزين حاجه بغمي بيها عينينا. شوف لي حاجه بقى بغمي بيها عينينا. استنى طارق شوف لي حاجه بقى بغمي بيها عينينا. طب اعمل كده ايوه. معلش اشرب انت اي حاجه؟ يلا 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 عشان نغمض عيني واحنا بنعمل واحنا بنسحب. استاذ اماني سامي بتقول يا رب اللي يكسب عمره ما ينساش اسم هناك يعني اللي يكسب يتقال هناك باسم استاذ او زي ما محمود قال احنا ممكن محمود يحط ايده على عيني بعد اذنك يا مستر محمود. ايوه اهو اهو بص والله العظيم ما شايف اهو 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 اول واحده في الجاي بس خلاص يا محمود اول واحده بسم الله استاذ كمال رضوان استاذ كمال رضوان مبروك عليك العمره سواء عايزينه يعمل ريفيو بقى ويبعت لنا كده او ايوه اول ما تسمع الخبر ده كده يبعت لنا ريفيو على استاذ كمال خلاص 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 انت جايب لي ايه بص يا اسلام يوريك وعامل لك كده الف مبروك استاذ كمال رضوان الف مبروك استاذ جمال رضوان انا اتواصل معاك ويا ريت تبعت لنا بيانات حضرتك الشخصيه ومعلش اسف انا عاوز ان انت نتاكد ان انت ما طلعتش عمره قبل كده وان الحاله الماديه مش متيسره عشان ده كان شرط اساسي اه ده شرط اساسي للعمره. طيب انت طلع يعني انت كسبت وطلع عندك ان انت ممكن تكون سافرت عمره قبل كده او يكون حالتك الماديه متيسره تقدر تديها لحد من عيلتك والدتك اختك بنت عمتك اي اكيد في فرع في العيله ظروفه الماديه مش حلوه اكيد وما طلعش قبل كده عمره تمام؟ هستأذنكم اللي هيكسب هنراجع حالته المادية وهنراجع اذا كان هو طلع قبل كده عمره او ماشي؟ ده كان شروط المسابقه من الاول. مبروك استاذ كمال رضوان. الف مبروك للاستاذ كمال. ده اول واحد تاني واحد برضه اهو خش يا معلم خش يا معلم خش خش يا ابني زوم يا ابني على الورق بسم الله. صفة الهاني صفة الهاني صفة الهاني هتلاقيهم صفة الهنا. مبروك عليكي العمرة برضو زي ما انا قلت الشروط لازم ما تكونش طلعتي قبل كده ولازم تكون حالتك المادية مش متيسرة. طبعا ده احنا بنسأل عنه بنتقص عنه بنعمل استعلامات عنه. لو حد فيكم جه لقى نفسه متيسر او طلع عمرها قبل كده يقدر يديها لحد من قرايبه. احنا مش هناخدها منك تاني بس تقدر تديها لحد من قرايبه. يلا فرصة جديدة مع متابعين جديدة بجد احنا مع لمسة بنعمل احلى عظمة دي احلى عظمة دي احلى عظمة يا حضرتك واحلى عمرة ان شاء الله. مبروك للناس اللي كسبت
واستنونا بكرة هنقول لكم على المسابقة الثانية عشان مفيش وقت. الأدمن يتواصلوا معاها، يتواصلوا مع الأكاونتين دول، يجيبوا لنا الورق اللي يثبت ان هم ما طلعوش قبل كده، ويجيبوا لنا الباسبورات ويجوا يقابوا لنا. لازم يجوا مقر الشركه في الشيخ زايد ان شاء الله، يجيبوا الباسبورات ويجوا ان شاء الله عشان ربنا يكتب لهم العمره باذن الله. الاول هنقول لكم ايه الورق المطلوب مع الادمن ان شاء الله، هنسال شركه السياحه ونعرف ايه الورق المطلوب عشان تحضروا. بس الاول تبعتوا لنا، هيتواصلوا معاكم الادمن دلوقتي وتقولوا لنا ايه رد الفعل. نقول لكم بقى شكرا، حبينا بجد نوضح شويه عن العيارات والعيار 14 وضع عشان بنكمل بقى 22 لسه في خمس عمرات، لسه فاضل خمس عمرات بخمس مسابقات. ما تقلقش، اللي ما كسبش المره دي هيكسب المره الجايه. مبروك 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 العمره اللي كسبت. يلا باي باي، واشوفكم بالليل في لايف رويده. انا رايح التجمع، يلا اشوفكم في التجمع.